لكن طبعا في البداية كلنا عارفين امبارح بعد خروج النادي الأهلي بشكل رسمي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بالأمس بنتيجة 1-0، نتيجة غير كافية لتعويض فارق الخمس أهداف مع فريق صن داونز بعد المباراة الأولى اللي كانت من أسبوع هناك في جنوب أفريقيا. هذه المباراة والنتيجة الكارثية بالنسبة للنادي الأهلي وعشاقه بكل تأكيد، خلاص صفحة وخلصت. زعلنا بقالنا أسبوع بصراحة، زعلانين بسبب الهزيمة أصلا دي، لأن أنت خلاص بعد الهزيمة الأولى أنت الأمور خلاص كانت شبه اتحسمت بنسبة 99%، يعني الناس كان عندها بعض الأمال البسيطة. لكن امبارح الفريق حاول، اللاعبين حاولوا، الجهاز الفني حاول، لكن ما كانش فيه توفيق في الشوط الأول بالتحديد بعد ضياع العديد والعديد من الفرص اللي كانت ممكن تدخلك القصة تاني. يعني كان ممكن تبتدي واحدة واحدة تجيب جون، لو جون جه في أول دقيقة بتاع أزارو مثلا، في بعديه كرة بتاعت عمرو السولية، وكان فرصة كمان ضاعوا، وفي هدف كمان ما اتحسبش الجونيور أجاي، ما أعرفش ما اتحسبش ليه، يعني بيقولوا يعني هو الراجل بيقول إن هي أوفسايد بس هي مش أوفسايد خالص. فبالتالي ما كانش فيه توفيق امبارح، لكن الأهم والمكاسب من مباراة الأمس هو عودة الروح لفريق النادي الأهلي، محاولة اللاعبين في تحسين الصورة. وخلينا نتكلم بصراحة، الأهلي قبل مباراة صن داونز هناك في جنوب أفريقيا وهزيمة 5-0، النادي الأهلي كان ماشي بشكل جيد جدا وشكل مميز، وبطولة الدوري كنت ماشي فيها كويس قوي وبتكسب والدنيا كانت تمام. بعد الهزيمة دي ممكن تكون الصورة اتهزت شوية، سواء كجهاز فني أو كلاعبين بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، الصورة اتهزت طبيعي جدا عند الجمهور. بالتالي كانت بعديها مباراة مصر مقصة كسبتها، تصدرت الدوري كمان بعد ما الزمالك خسر من المصري البورسعيدي. مباراة مصر مقصة حسنت الصورة نسبيا، مباراة صن داونز امبارح حتى لو انت يعني ما كنتش 100% كويس قوي، بس نفسيا ومعنويا قدرت ان انت يعني تحسن جزء من صورتك قدام جمهور النادي الاهلي، واعتقد ده شيء كان مهم جدا بالنسبة للجمهور العظيم.